منورنا دلوقتي في غرفة الأهل الطفل الجميل آدم ومعاه والدته مدام هدى. ازيك يا مدام هدى؟ الحمد لله، منورانا. ربنا يخليك. عايزة أقول لك في البداية إن ابنك فاز معانا بجائزة أول طفل شجاع. طب الحمد لله. وكان شاطر جدا فوق العادة. الحمد لله، ربنا يخليك. احنا النهاردة معانا شوية مسابقات هتدخليها أنت وهيدخلها معاكي آدم. أوكي. مين بقى هيكسب تفتكره؟ أنا. يا ولد، هتدخل ضد ماما كده عادي؟ مش فارق معاك حاجة؟ ايه؟ انا اللي هكسب. انا. طيب هنشوف دلوقتي مين فيهم اللي هيكسب في اول تحدي معانا، تحدي الامومة والطفولة، وهنشوف هل ادم مستعد يبقى اب ومتمرن ولا لا. ده اللي هنعرفه دلوقتي. دلوقتي قدامكم 30 ثانية تكونوا غيرتوا للبيبي دي وخليتوها نظيفة وزي العسل. ماشي. وبيبتدوا من دلوقتي، يلا اتفضلوا. مش قادر يتفتح. لا، حاول تفتحه. يلا يا ادم، شاطر، واضح ان ادم متمرن. ايه ده؟ ازاي كده؟ اهو اتفتح. يلا اتفتح. القرف ده. ايه ده؟ خد. لا، ارمي في الباسكت. يا ساتر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الريحه دي، ايه الريحه دي؟ انت هتعمل بايدك؟ لا. دي من تحت بقى بايظه خالص. هات هات المسحه. يا لا، هدومك اتغرقت. امسك امسك. ده قرفت. استنى واركب بقى بامبوز ده ازاي؟ يلا حاول. ها، اركبه ازاي؟ تنزله ازاي؟ ورينا كده. وريني كده ازاي؟ يا لهوي، لا بتاعت ماما كانت بقى. يا بقى. لا 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 بس بقى. انت بتخاف من ايه؟ بتخاف من ايه انت؟ ها، بتخاف من خنزير؟ كلمة قديمة قوي. أنا خلصت قبلك. المفروض 10 سنين. وكسبت معانا مدام هدى في تحدي الأمومة والطفولة، والمفاجأة اللي ما يعرفهاش آدم إن التحدي ده كان أقوى تحدي لأنه كان ب 20 نقطة خدتهم منه مدام هدى. إيه يا آدم؟ إيه؟ قعدت تقول يا ومش عارف إيه لما ضيعت الوقت. وضيعت اهم نقط منك. انا مش عارفه اركب البامبوز. وبكده نروح بقى للتحدي الجديد ونشوف مين فيهم اللي هيكسب التاني. اتفضل. اعمل ايه؟ ادم في احدى الروايات سالته ايه يا ادم اللي نفسك فيه؟ قال لي ماما دايما بتعمل ميك اب وانا نفسي اعمل لها ميك اب. فانا قررت احقق له حلم. الله، انا هسيبك بقى ايه لاول مره انت تكتشف. يلا، خد نازل وخد يمين. وبعديها ادعكوا. اوعى ننسى المناخير، عشان دايما مش عشان المناخير متطرفه من هنا كده يا جماعه. الشنب بقى، ما حدش الشنب. الشنب عندك في القرى؟ طب وانا الوف. وده اول طفل يطلب معايا ان الايشادو يبقى درجتين. طب والله اهو اهو بيحط مسكرة حلوه. انا عايزاك ترجع تقعد مكانك يا ادم، وانت دلوقتي في مكانك. شايف ماما ازاي؟ شايف ماما شكلها حلو. ايه احلى حاجه انت عاملها مبسوط بنفسك بيها؟ الروج. طيب. الله، قمر 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 يعني. شوف، لسان هتعود مع الوش، يعني الوش اثر على اللسان فجاه تحس انه تقل. ايه رايك؟ ايه العسل ده؟ يلا تعالي بقى ناخد. اول ما اشوف نفسي جميله كده. صح. انا يعني الجمال ده بصراحه خساره في مصر. بالظبط بالظبط. انت جمالك جمال اجنبي. طيب دلوقتي احب اقول لك انه التحدي ده كانت النتيجه بتاعته في ايدك انت. تدي ادم كام من 10 على الجمال ده؟ الجمال ده 10 من 10. 10 من 10. يا نهار ابيض على الام يا جماعه. مفيش 20. الام هتفضل ام، بتضحي بنفسها وبجمالها وبرونقها عشان ابنها يكسب. اه والله.